بندر شو بتسوي؟ يا طويل العمر شوف بركب البالون بشوف شكله عليه بس البالون بشوف شكله ولا هذا من احسن ما يكون الكفر بس بشوف الحين بنفك الكفرات وبنركب البالون العفريتة حق الرماية يا زين هذا كهرب تشوفونه هذه رايقة وحلوة وسريعة ونحطناه هنا شوف بنص سريع المسألة بس بنشوف البالون شلون بيكون شكله على أبراده الجديد واتوقع انه أول واحد ركب البالون أنا مركب اللي قبل اللي كان على الإكسس بشوف الحين ركبه ونعطيكم العلم قرب 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 عند هذا طبعا ما غسلناه والموتر عقب البر بالله خلي الكفر بجنبه بجنب البالون رجع شوي بشوف شكله الحين شو يطلع بس ما بنا الجنط هذا لمعه برايت المخذين 4x4 ما شاء الله ليت انا غسلين بس الموتر شوف عشان يبين اكثر والله البالون طلع عليه جخ بالله شوف الحين دقيقه خلنا نزوم معليش بالعرض بالله شوف يا صديقي فرق البالون لما نكتمه شوي بس دائم البالون لازم ترفع الموتر دائم بس ما شاء الله تبارك الله بركب كفرات الوكالة الحين بالون شكل البيف والحجر بعض الشركات علاج بغيته سفلت بغيته جلد ردمية نفود مطر كلش بس انا قلت لازم نرضي جميع الاذواق خليكم تشوفون كل نرضي على ما قال جميع الاذواق تشوفون الموتر بجميع الجهات سوى بالله افتح الريموت ابي ولع اسطب ما ولع اسطب شكل مو على الاوتو شوفوا الجهه هذه لا اسطب الخلفي ما يشتغل بالله شغله اسطب وجهه حلو صراحه رايك شو تبارك الله ايوه العافيه ما يسكر شوف الاضاءه الترحيبيه المزني شوف الاضاءه الترحيبيه ايه والباب اللي ورا بعد بس ما هي واضحه بالنور افتح الباب اللي ورا شوف لازم تقفل طقتين هذه حلوه صراحه يا اخي الاضاءه الترحيبيه دايم تعطيك جو وخص بالليل كذا بلبر هات شوفها واضحه لك ها خلاص رجع كفرات الوكاله ابو معاشي ملك الزوايا بديع البالون اليوم اي أيوة وداعيه اشكرك على المقطع الخرافي يا اخي بعدك رب الدولي الانترناشونال هذا جهاتك اتعبت الشركات انت يا صديقي شركات التصوير يا بعد حي الوجه خلاص وداعيه كفرات الوكاله عاد جلت النص حجري طف نور بالله المزني ازعجنا صوت الجر ايوه ما شاء الله خلاص الحين بركب كفرات الوكاله جاهزين الله طلع ملك يا ذيب حبيبي البالون خير البالون والله يا هو سكبه شوفوا 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 بس يبينا نغسل كفرات ويضبط الوضع يا ذيب ما شاء الله تبارك شوفوا هذا كفر 37 حق سكويا زين شوفوا كبر حجمه بجنب كفر الوكاله طبعا كفر الوكاله ترى منقص هو من عقب طلعتنا ذاك اليوم بين 20 المفروض انه انفخ بس ما انفخ لكم الحين بتشوفونه لا طلعنا مطور لانه الفئه هذه بها مطور وهذا كفر جنوط فوزن شنط 20 اللي كنت مركبها على الليكسس بالله قربوا توفيق لهذا غطى هذا شوف 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 حجمه ما شاء الله يو 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 وصل الرفرف قدم شوي شوف وصل الرفرف يو حبيبي انس انك تركبه لانه بيصير حجمه اكبر شوف حتى بامريكا مركبين 37 ما يصلح على الموات اللي زي كذا بقى الحجر. اوريكم شوف. الحين خلنا بننفخ الكفرات، اوريكم الماطور اللي جوا. الماطور جاي مثبت. وين ها؟ فكوا الذيب.
وهذا اللي انا لانه بوريكم كل شيء كل شيء كل احد يسال ووريكم كل طلباتكم. ايش بك بالله يا اخي؟ مهم المطور مهم، حتى حلو مكانه جاي رايق ومكان اللي شوف ايش بكوت العمر معيار موجود هنا فوق. اول كفرات بين 20 من عقب القاع. زر التشغيل من فوق ها بس. بسم الله. هذا مطور حق البرادو. هذه فئة الفل. هذه اللي تجي سعرها 285. باقي الفئات ما ادري هل راح توفر به مطور هواء ولا لا. جو جو. المزني والملكي قالوا بيشوف الصف الثالث بالله. ها وسيع سدحين ملتي بهذا يا اخي شيء استحق شيء وسيع وسيع بالحين. كم طولك طيب انت؟ طولي 170 وانا ثالث. ها والوس لا مو معقول. ايوه دقيقه خلوا على فلاش. شنو يعني بو فراغ الحين؟ خله عادي. طيب بدون سدحه هذه؟ بدون سدحه هيا لا خله الطبيعي. لا الحين مره رافعه بس. ايوه شوفوا وش ها مو معقول. اوه دود يا الله وسع. اي وسع وسع. شلون ترى هذا يتقدم ويرجع وين يبزل كهرب؟ اي كهرب. انا قلت والله شكله يلا يكفي وغدا. لا ما انفذين تبشي هنا. اوه تبارك الله هنا كهرب. هذا اللي يصفط مراتب الصف الثاني. لا لا اصف هذا نفسه. هذا اللي هنا لا ابو زرين هنا. ايه نفسه حقت هذول. هذول كلهن؟ ايه. حليله. طيب شلون الركوب يوم ركبته؟ والله حلو حلو. معقوله؟ اي والله والله ما توقعته كذا اصلا. يعني مو على شكله من برا اللي تحس انه ضيق لا. شوف حتى السقف بعد. بالله حط ايدك راعه ما في في مسافه. ايه. جاهز لك ما المزني؟ المزني اتحداكم تفرقون بالله. مازن ومالك اتحداكم تفرقون. هو اللي حتى تو فتحت التايب سي يمين ويسار كلهن. عشان الشحن امسكتوا خط اشحن يا صديقي. لا يوقف ولعب بالجو طقطقه. والركوب والنزول شلون؟ سهل والله. خلوا نشوف. اصبروا ما رفعنا هذه. استح شوي بس. والحين والله ممتاز والله زين. الطوال كم من تم؟ 170 170 ما شاء الله. قسما بلا بالي قلت انا يا الله وغدين بعد اجسامهم صغيره يركبون. انا ما توقعت. اي والله ما شاء الله. شلون؟ ايوه هذا يرفع يشتح. طيب والكهرب هذا كله هنا المرتبه الصف الثالث. يا عيني يلا عدله. طيب نشوف وقت الركوب والنزول خلينا نشوف شو الوضع. ايوه تنثر القش. شلون سهل؟ ايه سهل اكيد. الله اوسع من الموت الفرق والله. انا ورا ركب وضياك شوي. صدق والله. والله انا طبعا ما نقدر نقول اسم الموتر ها عشان ما يزعلون علينا. إيه. هو ثلاث صفوف صح؟ ايه ثلاث صفوف. اوسع والله اوسع. اي والله اوسع. شوف هذاك حجمه اكبر. طيب الموتر حتى هنا ابوه نفسه اللي هناك. يعني ابوه ثلاث تحكمات للمراتب اللي ورا. هنا وهنا وورا. كله للمراتب. اصبر اقعد اقعد يا ولد. كمل كمل خليه ينزل. عيني يا ولد احنا بهالبران نطعس ونجرب ما مدانا نشوف هالسوالف. بس اصبر اصبر يبي له مقطع. بوريكم صف المراتب الصف الثالث. بسم الله. احنا ذول المفتوحات شوفون مع المساند. من وين بتسكره؟ من هنا. هو عندك زرين ثانيين. اي بو هذا هو. شلون؟ سكر. وتت حيلي. بسم الله يا صديقي الياباني. ما ينزل الزود؟ لا خلاص هذا اخر شيء؟ ايه. شيء. وافتحهن دقيقة.
عيني يا اخس شغل. ارفع الروس توفيق. هذول رفع يدوي الروس. إيه؟ تكيا يرفعوا بالله. والثاني بس على كلام المزني يقول وسيعة. ما شاء الله. سبورت هذا هو. طبعا ملسمة الكفرات ترى عقب النفود وبسوي لكم وين بلقاها فاكيد بمستواي راح. يلا نقول بسم الله الهيش كنترول بالتبترونيك. اهم شيء بدل قبل تبارك الله. غسلنا المزيون. دقيقة يا عيني يا البالون يا عيني. ها طلع تحفة الذيب. ها طلع تحفة. بس 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 لا 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 لا, لا. يفوز البالون. تقول يفوز ولا لا؟ والله هو يفوز ما شاء الله. مساء الخير والسرور يا هلا وغلا بطق متابعين بالعالم. يا ناس يا زين النوم يا اخي من اكبر النعم الصحه والعافيه والنوم. النوم يا اخي ريح جسمك. اما ثلاث ايام اللي راحت انام لي ساعتين ثلاث ساعات نصور الفجر ونصور العصر ندقيت دق خطوط نفود كلش. حتى اليوم نمت لي نومه زينه يا ربك الحمد كل شيء بيطاب لا ظهر ولا كت ولا كلش. طيب الحين اليوم بنصور بلوكيشن ثاني واليوم بعضكم يقول عشان البالون وبالون. انا عارفين اكثر شيء انا احب كفرات البيف والحجري بشكل عام والبيف. البالون هذا علشان بعضكم انا احاول ارض الجميع علشان يشوف شكل البراد وبالبالون وبالحجر وبالبيف. فدايم انتم عارفين عاد قدام عارفين الوضع هذا بس عشان المتابعين الجدد دايم اصور لكم شكل الموتر اللي عليه ترند والناس اللي يحبونه بجميع الاشكال سوى بحجري سوى هو اصلا عليه حجري نص حجري فبرجع اركبه يعني ما يحتاج اركب البيف لانه هذولي بشوف اذا عندي كفرات بيف حكيت الليكسز مشوخدين يمكن ركبهن. فحاول نرضي الجميع والاذواق هذه نقطه. الشيء الثاني قبل ان ابدا الفيديو هذا برعايه موقع حراج. تخيل يا صديقي اكثر من 2 مليون زائر يوميا واكثر من 60 الف اعلان يوميا تقدر تبيع وتشري اي شيء يطري على بالك. شرب لكم بالبالون. والله راسي دويبات. والله يجي منه ما شاء الله. الراس وقته حلوه. يا اخي الشفتر نعمه قسما بالله يا الشفتر نعمه ودك كل الشركات الشفتر لازم يصير شيء اساسي لازم اوف لا اوف 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 يا اخي انا قدامي طبعا دائما اجيت مع الطلعات تضربوري عشان ينتبه وتهدي وتمسك اليمن شغلت الدبل خفيف
الدب الخفيف بس تحس انه يمسك بزياده، فخلونا نشغل بدون الدب الخفيف. زين يا اخي الحلو يعجب اللي لا يزلق ذا بالمود. قلت بالبالون بيثقل عليه، طلع ما عندك اي مشكله، تعرفين البالون فيه ثقل. ركد يا الذئب، ركد ركد. بس ما شاء الله في رساوة الموتور، ما شاء الله ايه رساوة، بس بالحجري بيطلق هذا، بيطلع اطلق واطلق بالحجري. انا ارتاح له اكثر صراحة. ما لو انا اذكر اول انا ايام اللاند كان غير عادي، فاقدر اتحكم اكثر. ارسل حجري دائما، ارسل من البالون، سواء برد 100 ولا بسفلت. بس انه شايله، اي والله شايله ما شاء الله. الله يسلمك. لا تزين، ما ابوه النمرة ما يعشك، خلاص انت عست نمرة خلاص، ثالث ثاني ما يعشك لين تبدل. سواقته يا ناس، قسما بالله يلخف، معطيك جو المتعة بالقيادة، يعطيك متعة صراحة. تحس انك تسوق باقي، يعني هذا اكثر شيء اللي هو جاهز. الشمس بوجهي انا ما اشوف شيء ولا الديوة. هذولي ترى مالوني يا صديقي،
الناس ما شاء الله انه ساحل ميبان يجي منه خقير خامس سادس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما قصر. شوفوا المنظر هذا علشان تاخرنا على غياب الشمس، لكن لازم ارجع له مره ثانيه صراحه. شوفوا 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 ما شاء الله الوقت بالحر ضيق، ايام اشتاء يمديك تطلع. خل ابغى اطفي النور. وبندر في تشغيل عن بعد؟ ايه في تشغيل عن بعد يا صديقي. واحده اثنين ثلاثه تعلق. بسم الله اسمع اشتغل. هذا صوت الموتر. اوه الفوكس كذا واضح لكم صح؟ والله يا انك اكتشفت اني مصورين مقاطع واجد واجد، كل منطقة يبين ننزل لكم جزء، وفي بعد تحدي بينه وبين ست سلندر، يعني باقي الحين بنزل لكم جزء للمسمى وجزء للتحدي بإذن الله. فمعنا الله.